بلدنا معروف بالطاقة المتجددة الهائلة اللي موجودة فيه واللي ممكن الاستفادة منها إن كانت رياح أو شمس. جامعة مؤتة قامت بمشروع مميز جداً وحولت الطاقة الشمسية لطاقة كهربائية. الطالب نزار السرايرة تابع هالمشروع وجاب لنا هالتقرير. مجموعة متميزة من طلاب جامعة مؤتة عملوا على إيجاد حلول بديلة للطاقة الكهربائية من خلال الاعتماد على تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية من خلال مشروع أوميجا، كما أفاد مدير المشروع الطالب أسامة الفرحات. مشروع أوميجا هو مشروع طلابي يعتمد على الطاقة الشمسية بشكل كلي. احنا مجموعة طلاب من جامعة مؤتة، طلاب من كلية الهندسة وكلية إدارة الأعمال، أنتجنا منتجات تعمل على الطاقة الشمسية بدون استخدام الكهرباء، طبعا لتخفيض فاتورة الكهرباء اللي زادت بالسنوات الأخيرة. طبعا عندنا أكثر من منتج. المنتج الأول هو منتج صغير الحجم بيشحن الموبايلات والأجهزة الإلكترونية اللي بتأخذ لحد 5 فولت. زي ما أنتم شايفين هون، احنا الخلية الشمسية بتشحن من الطاقة الشمسية مباشرة من الشمس، وبتحتفظ في بطاريات صغيرة الحجم تحتفظ بالطاقة اللي بتشحن فيها موبايلك حتى أثناء الليل. هذا المنتج رقم واحد. منتج رقم اثنين هو منتج خاص بالأجهزة الإلكترونية الكبيرة بالحجم، اللي هي مثل اللابتوبات أو الأجهزة اللي بتستخدم فولتية أعلى من 15 فولت. نستخدم فيها إحنا خلايا شمسية من نوع تاني، بنوصلهم على التوازي ونضمن أنه بنزل بنطلع أمبير 3 أمبير و19 فولت. هاي الخلية الشمسية الكبيرة بتشحن لابتوب خلال 3 ساعات بالشمس، كل 3 ساعات تشحن ساعتين لللابتوب. بالنسبة للخلايا الصغيرة والمنتج الصغير، فكل ساعتين بفترة الظهيرة في الشمس تشحن بطارية التليفون فول بطارية طاقة. مرحبا، أنا مجد كفوين من العلاقات العامة بمشروع أوميجا. إحنا مشروعنا بيرشد استهلاك الطاقة بالأردن، وأول مشروع بيهتم بهذا بترشيد استهلاك الطاقة. أحمد محمد أحمد عدوي، قسم هندسة الميكانيك في جامعة مؤتة. احنا كشباب في هذا القسم طموحاتنا كثير عاليه، ونتمنى ان شاء الله تكون برضو امكانياتنا على قد هذا الطموح. المشروع هذا كثير كويس وفكرنا واشتغلنا عليه كثير، وان شاء الله لقدام تكون افكارنا احسن واكبر ان شاء الله. انا الطالب حنان محمد امين الروابده، قسم اللغات الاوروبيه. مشروع أوميجا هو مشروع صديق للبيئه يعتمد على الطاقه المتجدده. انا الطالب عمر زابلاوي من قسم اللغات الاوروبيه في جامعه مؤتة، أعمل في إدارة العلاقات العامة في شركة أوميجا. طبعا مشروعنا هو مشروع صديق للبيئة، فيه روح ابتكار الشباب بالتعاون مع كلية الهندسة الميكانيك في جامعة مؤتة. طبعا لدينا فئة مستهدفة لنشر منتجاتنا لديهم، اللي هم المهندسين ورجال الأعمال الذين يعملون في الخارج بالإضافة إلى السياح. نادية الشلباعي من قسم التسويق بمشروع أوميجا. منتجنا بيحكي عن شنطة بتشحن الأجهزة الإلكترونية بدون الحاجة إلى كهرباء عبر الطاقة الشمسية، وبتساعدك لما تكون خارج نطاق العمل أو بالرحلات والأماكن الخارجية. أنا ركان معيطة، قسم الموارد البشرية. هدف المشروع إنتاج طاقة متنقلة تتيح للمستخدم المنتج باستخدام الطاقة أينما كان. هؤلاء مجموعة متميزة من طلاب جامعة مؤتة يعملون لإيجاد حلول بديلة للطاقة الكهربائية. نزار السرايرة لبرنامج أخبار الدار.